مرحبا بالمشاهدين مع أسبوع كان حافلا بالمنافسة الشرسة بين المسلسلات التركية والتي سيكشف عنها من خلال هذا الفيديو ضمن الريتنج الأسبوعي وجديد أخبار المسلسلات التركية. وأولا مع أكثر المسلسلات التركية تصدرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ومنذ بداية الأسبوع الماضي المنافسة بين بعض المسلسلات وجمهورها كانت في أوج قمتها، حيث لم يتخلى جمهور المسلسلات بدعم مسلسلاتهم المفضلة ونجومها، وكان مالك أحد الحسابات الواحدة من محبي المسلسلات المتصدرة كانوا ينشروا ما لا يقل عن 10 منشورات في غضون نصف ساعة بمعدل 240 منشور من قبل شخص واحد في يوم عرض المسلسل، فما بالكم بالأرقام الهائلة التي حصدتها المسلسلات من بعد جمع منشورات جميع مشاهدين المسلسلات. والإشارة أوضحت منصة إكس بأن عملية نشاط بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء مشاركتهم للعديد من المنشورات التي تحمل وسم اسم مسلسلهم المفضل أشبه بالروبوتات، ولكن بالحقيقة حركتهم طبيعية من بعد التحقق منهم. والمسلسلات التي تصدرت المراكز الأولى على مستوى العالم عبر منصة إكس: في المركز الأول مسلسل شخص آخر بمجموع يفوق 300,000 منشور يحمل وسم اسم المسلسل تم نشره في يوم الاثنين الماضي. وفي المركز الثاني يأتي مسلسل شراب التوت بمجموع 175,000 منشور يحمل اسم المسلسل تم نشره في يوم الجمعة الماضية. وفي المركز الثالث مسلسل الطائر الرفراف بمجموع 126,000 منشور يحمل وسم اسم المسلسل. وفي المركز الرابع مسلسل ماذا لو أحببت كثيرا بمجموع 80,000 منشور، ويذكر وأنه خلال الأسبوع الماضي كان مسلسل ماذا لو هو المتصدر على جميع المسلسلات عبر الشبكة العنكبوتية. وفي المركز الخامس والأخير كان من نصيب مسلسل الياقوت بمجموع 72,000 منشور خلال اليوم الواحد. الحلقة الأولى من مسلسل أوراق النسيان، وبهدف الترويج للمسلسل على مستوى الوطن العربي قامت منصة تود والمنتجة لمسلسل أوراق النسيان أو كما يعرف بوقت اللبلاب بتنظيم جولة دولية لأبطال المسلسل، ذلك وبحضورهم لحفل العرض الأول والحصري لمسلسل أوراق النسيان، حيث بداية هذه الجولة كانت في قطر وحضر أبطال المسلسل بالكامل بغياب الممثل أنورتونا نظرا لانشغاله بمسلسل الجديد حياة الرائعة. وثانيا توجه أبطال المسلسل للأردن للترويج للمسلسل من خلال عرض خاص أقيم في الأردن. كما وأنتم يمكنكم مشاهدة الحلقة الأولى من المسلسل بمسح الباركود الذي أمامكم. وللتذكير أحداث المسلسل سوف تلعب على الجانب النفسي لقصة امرأة كانت تظن بأنها سعيدة مع زوجها، ولكن الواقع سيكشف لها بأنها كانت في كذبة كبيرة، بل والأسوأ بأنها ستكتشف مفاجأة لم تتوقعها على الإطلاق. إيقاف مسلسلات. أولا وللأسف اتخذ القرار النهائي بإيقاف مسلسل دون أن تشعر نظرا لنسب مشاهدة المسلسل المتدنية، وسيودع المسلسل الشاشة عند الحلقة التاسعة ذلك وبنسخته التركية، أما النسخة المدبلجة تقريبا سوف تكون النهاية عند الحلقة 36. والمسلسل الآخر الذي تم إيقافه ولم يستطيعوا أن ينتجوا حلقات أكثر منه بالرغم من مبيعات المسلسل، وهو ماذا لو أحببت كثيرا، حيث سيودع المسلسل الشاشة عند الحلقة 13، أي أنه تبقى حلقتين على نهاية المسلسل. موعد مسلسل روابط القدر.
وفي نهاية الشهر الجاري وتحديدا في اليوم 30 من شهر سبتمبر الجاري سوف تعرض أولى حلقات مسلسل روابط القدر بطولة آيتشا وسركان. ومع اختيارهم لعرض المسلسل في مساء كل يوم السبت سوف يكون في المواجهة مع أحد أقوى المسلسلات التركية المتصدرة المراكز الأولى ومنذ مواسم، وهما مسلسلي جبل جنول ومسلسل إخوتي، اختيار غير موفق على بداية مسلسل جديد في يوم يعرض فيه أقوى المسلسلات. مسلسل الممثل أنور سعيد يران الجديد، وكما أخبرتكم سابقا بأن السبب الرئيسي لانسحاب الممثل أنور من مسلسل إخوتي يعود لعرض مغري قدم للممثل أنور، وهو على أن يكون في بطولة رئيسية في مسلسل جديد. وكشف الآن بأن مسلسله الجديد سوف يكون من إنتاج شركة OGM، وهي أحد أقوى شركات الإنتاج التركية في السنوات الأخيرة نظرا لمسلسلاتهم النفسية التي حقق نجاحات هائلة. وقريبا سيعلن عن تفاصيل أكثر حول مسلسله الجديد والذي سيعرض في شهر نوفمبر القادم على قناة ستار التركية. موعد الموسم الخامس والأخير من مسلسل المؤسس عثمان، لم يتبقى إلا أيام معدودة على انطلاقة الموسم الخامس والأخير من مسلسل المؤسس عثمان، ذلك وفي حال عدم حدوث أي تغييرات على قراراتهم، حيث اتخذ قرار مبدئي بأن الموسم الخامس والمقبل من مسلسل المؤسس عثمان هو الموسم الأخير من المسلسل من بعد دوامهم على إنتاج 130 حلقة خلال الأربعة المواسم الماضية والناجحة. والحلقة الأولى من الموسم الجديد سوف تبث في اليوم الرابع من شهر أكتوبر القادم، ولكن للإشارة القناة العارضة للمسلسل وهي قناة ترغب وبشدة بتقديم موعد عرض أولى حلقات الموسم الجديد، ولكن قامت شركة الإنتاج بإخبار القناة بأنهم سيحاولوا الإنجاز أسرع لتقديم الحلقة لهم في وقت مبكر أكثر، ولكن إن لم يستطيعوا فسوف يثبتوا على موعد عرض الموسم الجديد في اليوم الرابع من شهر أكتوبر القادم. ومؤخرا انضمت إلى طاقم الموسم الجديد من مسلسل المؤسس عثمان الممثلة ليلى كرشان، أما والآن انضم إلى الطاقم كل من الممثل فرقان أران والممثلة بالجين شمشاك والممثل جوكهان أتلاي. وليس بعيدا عن المسلسلات التاريخية وتحديدا مع مسلسل صلاح الدين الأيوبي بطولة أورغونيش وديلن دوار، انضم مؤخرا إلى طاقم المسلسل الممثل دوان بيرقدار مجسدا لشخصية يدعى أحمد. يذكر أن مسلسل صلاح الدين الأيوبي هو إنتاج تعاوني بين تركيا وباكستان، وسيعرض في الموسم الجديد على قناة تيري تابير ومن إخراج سيدات إنجي. ومن أشهر المسلسلات التي أخرجها في الماضي هو مسلسل نهضة السلاجقة. وعلى ذكر الإنتاجات التعاونية بين تركيا وغيرها من الدول، صدر خبر خلال الأعوام الماضية وهو أن شركة تيمز أن بي أبرمت اتفاقاً مع شركة بلانو إي بلانو لأول إنتاج تعاوني بينهم. ومبدئياً تم الكشف الآن عن أول الأسماء ستجمع بين نجوم تركيا وإسبانيا، ولكن حتى الآن ما زالت النقاشات مستمرة معهم. فمن تركيا هنالك أدوار مقدمة لكل من هاند إرتشال وبانس سورال وإلايدا أليشان، أما ومن إسبانيا قدمت عروض للممثل ميغيل أنخيل وإيفان إيماثوروتيا. وقريبا سيكشف تفاصيل أكثر حول المسلسل، كما وأن هذا المسلسل سيكون قصير مثل ثاني إنتاج تعاوني بين تركيا وإسبانيا، وهو مسلسل العاطفة التركية، حيث أصبح جاهزا وهو من بطولة إلكار كليلي والممثلة الإسبانية ماجي ثيفانتوس. ومسلسل العاطفة التركية سيعرض خلال الأشهر القادمة. أول المنضمين إلى مسلسل العروس الباكية مسلسلي المؤسس عثمان وطيور النار، هذه هي أحد أهم إنتاجات شركة بوزدا فيلم في مسيرتهم الإنتاجية، وتستعد شركة الإنتاج الآن لإنتاج مسلسل جديد بعنوان العروس الباكية، والذي يتحدث عن خطر وأضرار زواج القاصرات. من قصة المسلسل تذكرت مسلسل زهرة القصر اللي كانت تقول كل شوي بدي أمي بدي أمي.
المهم وأول منضمين للمسلسل هو الممثل بولانس بولات، والإشارة ومن المتوقع أيضا وفي حال إيقاف مسلسل طيور النار نظرا لنسب مشاهدة المسلسل المتدنية، سنلاحظ انتقال بعض وجوه مسلسل طيور النار إلى مسلسل العروس الباكية بحكم العقود المستمرة والغير منتهية لنجوم مسلسل طيور النار مع شركة بوز ذا فيلم. الموعد الجديد لمسلسل القضاء، كان من المخطط انطلاقة الموسم الجديد من مسلسل القضاء على الشاشة في مساء يوم البارحة الأحد والموافق لليوم 17، ولكن قامت قناة دي بتأجيل موعد عرض المسلسل، وأصبح موعد عرض الموسم الجديد في اليوم 24 من شهر سبتمبر الجاري. يذكر بأنه هنالك انضمامات جديدة إلى طاقم المسلسل مثل الممثل فريد كايا، والممثلة سيدا تركمان، والممثلة أزلام توراي، والممثلة موجه بايرام أولو. من هي بطلة مسلسل الأسيرة؟ تم اختيار الممثلة شفا نورغول لتكون شريكة الممثل أيتاش شماز في بطولة المسلسل المقتبس عن المسلسل الكوري The Last Empress من بعد رفض الممثل ألينا بوز لبطولة المسلسل. أما ومن الأسماء المنضمة أيضا لمسلسل الأسيرة هما الممثلات هيال وإبرو، والنسخة التركية سوف تكون باسم الأسيرة، والقصة حول العمل البطولي الذي قامت به المعلمة زينب بحمايتها لرجل ذو نفوذ كبيرة. المسلسل سوف يكون من إنتاج شركة RJ والمنتجة في الماضي لمسلسل العشق الفاخر، ومسلسل الأسيرة سيعرض على قناة التركية خلال الموسم الجديد. من هم أبطال مسلسل عساف؟ ومن بعد النجاح الهائل الذي حققه المسلسل الرقمي فاطمة، يستعد الآن صناع مسلسل فاطمة لإنتاج مسلسل جديد بعنوان عساف. وقصة المسلسل حول بطل الحكاية عساف الذي اتخذ قرار بدء حياة جديدة وهو العمل كسائق، ولكن قراره لم يكن صائبا حيث أنه سيقع بين أيدي أناس سيئون. وتم اختيار كل من الممثلة بورتشين ترزيولو وجيهانجير جيهان وسعادات الأكسوي أبطالا للمسلسل. يذكر أن مسلسل عساف الرقمي سيعرض في منتصف العام القادم. وعن جديد مسلسل حياة الرائعة، وهو مسلسل تلفزيوني من بطولة هلال ألتنبليك وأنور تونا، انضمت إلى طاقم المسلسل الممثلة جوكتشي أيوب أولو، وسوف تجسد دور شخصية تدعى ددام. وأيضا انضمت الممثلة نسرين جواد زادة إلى طاقم المسلسل والممثلة يومرو يافورجوك. ولمعرفة تفاصيل أكثر حول هذا المسلسل وغيره الكثير من المسلسلات، شاهدوا هذا الفيديو الذي سوف يعرفكم على جميع المسلسلات التركية الجديدة التي سوف تعرض في الموسم الجديد والذي يفوق عددهم 50 مسلسل جديد. أطول فيلم تركي. 4 سنوات هي المدة التي قضاها صناع الفيلم التاريخي أول الأتراك السماويون وأبطاله هم أيتاش شماز وجينكيز جوشكون لإعداد وإنتاج الفيلم، وأقيم مؤخرا حفل كشف من خلاله عن بعض تفاصيل الفيلم وما ورد من معلومات حول هذا الفيلم. في ذلك الحفل سوف يكون أطول فيلم روائي تركي، ومدة الفيلم سوف تكون 4 ساعات ونصف، والفيلم سيعرض على أحد المنصات الرقمية. وعن مسلسل البراعم الحمراء، وهو أحد المسلسلات الجديدة التي سوف تعرض في الموسم الجديد للمشاهدين، وأبطال هذه الدراما هم كلا من أوزجان دينيز وأوزجون أمال، ومن بعد انضمام الممثل مارتوراك إلى طاقم المسلسل ذلك وخلال الأسبوع الماضي، الآن انضمت إلى الطاقم الممثلة هازال توريسان. أما وعن مسلسل رجل العصا، انضم إلى الطاقم الممثل سونار توركار بدور شخصية يدعى أزار. وبالاستمرار مع الانضمامات وتحديدا مع مسلسل جيمري بايسال وأوراس كايغالار أولو وهو بعنوان الغميضة، انضمت إلى الطاقم الممثلة نيلوفار أتشكيلان، ويذكر بأنه ومن المخطط عرض المسلسل في كل يوم خميس ذلك وفي شهر أكتوبر القادم. وعن المنضم مؤخرا إلى مسلسل كم من السفن أحرقت بطولة دينيس بايسال وديفرام أوسكان وأركان كولتشاك كوستانديل هو الممثل بارك هاكمان، وسوف يشكل ثنائيا مع الممثلة ديفرام في أحداث المسلسل. يذكر بأن طاقم مسلسل كم من السفن أحرقت سوف يكون على استعداد لتصوير مشاهد الحلقة الأولى في اليوم 10 من شهر أكتوبر القادم، أي أن المسلسل سوف يعرض في مطلع شهر نوفمبر القادم، حيث أن المدة المقدمة درا لهم لانتهائهم من تصوير أول حلقتين من المسلسل هي شهر كامل وهو شهر أكتوبر.
ومع مسلسل العائلة والذي سينطلق منه تصوير الموسم الثاني في اليوم 19 من شهر سبتمبر الجاري، وانضمت إلى الطاقم الممثلة سيلين شيكارجي، وسوف تشكل ثنائيا مع الممثل نجاة إشلار في أحداث المسلسل. ومن انضم ايضا الى المسلسل الجديد لدي هم، وهو من بطولة الممثلة بيرج اكالاي ومارت فيراد، والاسم السابق للمسلسل هو ما وراء العتبة، هي الممثلة نسليهان ارسلان. وهذه الصورة شاركتها الممثلة سيريناي سيريكايا لتعبر عن فرحتها لانتهائهم من تصوير المسلسل الرقمي من اتى ومن ذهب، حيث سنرى الممثلة سيريناي في هذا المسلسل بدور المحامية ليلى. مسلسل شراب التوت قريبا في إسبانيا. قامت مؤسسة ميديا ست الإعلامية الإسبانية، وهي أهم مؤسسة بث هناك، بشراء حقوق عرض مسلسل شراب التوت. وكشف المدير التنفيذي لشركة جلوبال إيجنسي والمسؤولة على بيع حقوق مسلسل شراب التوت للعالم بأن عدد الدول التي قامت بشراء مسلسل شراب التوت حتى هذه اللحظة هم 22 دولة.